قناة تحقيق، نناقش كل قضايا المواطن المغربي. ولد بلادي وبنت بلادي، هاد الفيديو ماشي بحال اي فيديو غتشوف. هاد الفيديو ديال قضيه وطنيه خاصنا نناضلوا عليها حنا كاملين من طنجه للقويره. هاد الفيديو بدون حقوق، ملي تسالي تيليشارجيه وحطه في القناه ديالك ولا بارطاجيه فين ما بغيتي، حيت بلا حقوق ملكيه حيت ديال المغاربه كاملين. لا كنتي مغربي او مغربيه وحاس بهاد الازمه اللي ولات فيها البلاد والغلاء اللي ولا في كل حاجه، واللي هضرتي معاه علاش غليتي كيقول لك المازوط راه زادو فيه. اكيد شفتي الدموع ديال الرجال كتبكي قبل العيالات، حرقه على الحاله ديال البلاد والمعيشه اللي ولات صعيبه بزاف. بغيتك دير يدي في يديك وتبع معايا الفيديو الاخير وانت تفهم كل شيء، وصدقني بيدك الحل. من بعد الفيديو اللي درت على المصفات ديال المحمدية وكيفاش تباعت بواحد ثمن رمزي وكيفاش هي غارقة في الكريديات اليوم محطوطة للبيع، وعدتكم باش نمشي لمدينة المحمدية ونصور لكم أكبر كارثة كانت سبب في إفقار المغاربة كاملين. فقت صباح بكري، صليت الفجر وشديت طريق لمدينة المحمدية، والطريق كلها وأنا كنشوف وجه الناس، هذيك الضحكة والشعبية اللي كانت في المغاربة للأسف ماتت. كلهم كيتحركوا بحال شي آلات كيجريو على ود لقمة العيش اللي ولات غالية عليهم. كملت طريقي وانا في راسي مليون سؤال وسؤال، علاش الحل قدامنا وساكتين عليه؟ علاش باعوا الشركة اللي كتعطي المغاربة المازوط وإيسونس وفيول غير بتسعود دراهم وبعد المرات بقل؟ والزفت اللي كان في الطرقان ديالنا كانت كتبيعوا بتمن رمزي واللي باقي كتشهد به الطرق ديال المغرب الى يومنا هذا، علاش هي دابا محطوطة للبيع وحنا في وقت محتاجينها اكثر من الاول؟ وتا حد ما عنده الجرأة يدافع عليها. دازوا ثلاثة ديال الحكومات في المغرب عمرهم ما فتحوا الملف ديالها، علاش كنعاملوها وكأنها ولدت من أم زانية؟ وما كفاناش نهار زفيناها للعمودي بنفسنا، اغتصبها ونهبها وسرق خيراتها وخلاها غارقة كريديات ورماها لينا ومشى وخلانا غارقين معها. طريق كاملة ومليون سؤال وسؤال كيدور في راسي وبلا جواب، حتى وصلت لمدينة المحمدية وصدقوني إلا قلت لكم حسيت وكأني جاي كنزور شي واحد مشدود في الحبس، مشدود ظلما وعدوانا. كل ذنبو أننا بعناه في وقت كانت فيه أزمة ديال المغرب وشراه أجنبي ما عندوش ذرة إنسانية في القلب ديالو. خرجت من لاكار باش نشد طاكسي صغير وللأسف لقيت كاع الطاكسيات دايرين إضراب على الثمن ديال المازوط اللي زادوا فيه. وفين؟ في مدينة المحمدية عاصمة البترول في المغرب. وسبحان الله حسيت وكأن لعنة الأسامير ضربات المغرب كامل، الصغير قبل الكبير. واضطريت انني نطلب من واحد السيد يوصلني واخا غير الميناء ديال المحمديه، وفي الطريق لقيت بزاف ديال الكاميونات واقفين كيشارجيو الفيول ديال اسبانيا، الفيول ديال اسبانيا. وبقيت مستغرب علاش يجيبوهم من اسبانيا، ياك اسبانيا ما عندهاش البترول، حتى هي عندها غير مصنع تكرير بحال هاد الاسامير اللي كيشارجيو من قدامها، علاش ما يخدموش الاسامير؟ ياك عندها الخطوط ديال الانتاج الطول ديالها اكثر من 200 كيلومتر، كتعطيهم الفيول مباشره للشركات اللي كيخرجوا لنا الضوء بالطاقه الحراريه، كيحلوا الروبيني كيخرج الفيول، كيسد الروبيني كيتقطع الفيول، وعندها احتياطي كبير عمرهم يوقفوا شي نهار، وما يبقاوش يتسناو ولا يبقاو يديو يطرو كيف ما دابا. راه كاع هاد المصاريف كتزاد علينا حنا في الفاكتوره ديال الضو اللي كتجينا في اخر الشهر حتى للدار، واش ماشي الحماق هذا؟ واللي زاد قارني تفكرت واحد النهار في البرلمان كيتحاسبوا على الضو ديال الشارع اللي كيجيهم غالي. تعتبر الاناره العموميه مستهلكا كبيرا للطاقه الكهربائيه، فما هي سياسه الترشيد للاستهلاك والنجاعه الطاقيه في هذا المجال؟ شكرا. سبحان الله، وصلت للبحر ديال المحمدية، البلاصة اللي كان كيتسناني فيها السي الحسين رئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ الأسامير، ويا ريتني كون ما وصلتش حيت كان منظر صعيب بزاف على كل مغربي غيروا على بلاده. حسيت وكأنني قدام ثغر مغربي محتل من جديد، محتاجينها وما قادرينش نخدموها. الشعلة ديالها اللي كانت رمز للقوة الطاقية ديال المغرب اللي كانت كتنور المحيط الأطلسي للأسف تطفات،
تطفى ظلما. سدينا الأسامير المغربية باش نجيبوا المحروقات من اسبانيا. اسبانيا ما عندهاش حتى البترول، كدير نفس الخدمة اللي كدير الأسامير وبثمن غالي وقاصح علينا بزاف. واسبانيا تقدر تبيع ديالها وتجي تشري من عند الأسامير المحمدية. والسؤال، علاش سميرتهم وماشي سميرتنا؟ علاش نخليو الأسامير مسدودة ونشريو من المصنع اللي كاين في اسبانيا؟ علاش المغربي يولي بيطالي باش يخدم اسبانيولي؟ علاش تبكي امي باش تضحك امهم؟ علاش تخدموا ايبيريا باش تموت المحمدية وتموت معاها القدرة الشرائية ديال المغاربة كاملين ويتهلكوا بأثمنة ديال الغلاء؟ واش نتوما ماشي مغاربة بحالنا؟ ما عندكمش حرقة عليها؟ رسالة لكل مغربي، كل مغربي يعني يكون كيف ما كنتي، برلماني، وزير، مستشار، محامي، قاضي، صحفي، مدير جريدة، ولد الشعب، فلاح، جزار، كون كيف ما كنتي. هاد الرسالة راه ليك. الشركة ديال سميرة فيها كرامتنا، راعيب وعار 6 سنين وهي محطوطة للبيع وحنا محتاجينها وفي أمس الحاجة ليها. إلا كنتي مغربي نقضوا الشركة ديال سمير، استثمار باش غدا ولا بعدو ما تبكيش أمك وأمي على الغلا. نخلي الحسين اليماني نشرح لكم التفاصيل ديال الملف ديالها فين وصل والطريقه كيفاش نقدروا ندعموها. ورجاء شاركوا الفيديو في جميع المنصات اللي كنتم مغاربه، ماشي بالضبط الفيديو ديالي، حطوه في قنواتكم، ديروا كيف ما بغيتوا، والله يسر الامور الجميع. وما تنساوش حمله انقذوا سمير من الموت. حتى النجم كل هم قد صب. سي الحسين، شنو الطريقه اللي قدروا المغاربه يعاودوا يخدموا الشركه ديال سمير مره اخرى وتعاود ترجع هذه الجوهره للمغاربه؟ لا، سمير مطروحه اليوم لدى المحكمه من اجل البيع القضائي، والمحكمه طرحها البيع بحوالي 20 مليار ديال الدرهم. وقانون المغرب يجيز لكل الاشخاص الذاتيين والمعنويين التقدم بطلب ديال الاقتناء ديال الشركه ديال سمير. إلا كانت هذه 6 سنين لم يتم البيع ديال الشركة للأغيار أو القطاع الخاص، حنا بالنسبة لنا تنعتبروا بأنه هذا الإرث اللي هو إرث ديال المغاربة يمكن التوجه إلى كل المغاربة من أجل حملة وطنية لاقتناء الشركة ديال سمير، يا إما عبر كما قلنا لكم سابقا الاكتتاب العام ديال جميع المواطنين والمواطنات، وهذا الشيء قدرناه بأنه كل مغربي يمكن يساهم ب 500 درهم ويوليو عنده الحق ديال الأسهم داخل الشركة ديال سمير، أو أنه الدولة حيث أنها تمتلك 80% ديال المديونية ديال الشركة ديال سمير خاصها تزيد 20% اللي بقات هي 4 مليار يمكن يكتتبوا فيها المغاربة، وفي إطار بناء قانوني معين لهذه الشركة هذه يمكن التقدم من أجل اقتناء هذه الشركة ديال سمير وإعادة الإنتاج بها والمساهمة في حماية السيادة الطاقية بالنسبة للمغرب.